ولفضح أكاذيب بأبواق العدوان الإعلامي التي لا تزال تواصل تزييف الحقائق وتصر على أن مرتزقتها يحققون تقدمات في جبهتهم. زارت كاميرا قناة اليمن اليوم مناطق خلقة ومحلي ونقيل ابن غيلان، وهذه الصور في التقرير التالي. الطريق إلى نهم هو الصدق بعينه. تحركنا لنكشف الزيف ونتحظ ما يروج في وسائل الإعلام المشبوهة. نهم هي المبتغى. مشاهدينا، هو استبسال من نوع خاص ما يسطره الجيش في طريق نهم صنعاء. نحن الآن في أحد المواقع الذي يرابط فيها الجيش على مدار عامين، ويستمر في هذه المرابطة لنرى ونشاهد كيف معنوية أولئك الأبطال الذين يستبسلون يوما بعد يوم. تابعوا معي. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف المعنويات يا رجال؟ كيف حالك؟ تمام، في الفل. أين احنا بالضبط؟ احنا هذا هو بيقولوا ان احنا في صنعاء. أين هم بالضبط؟ هذا هو نقيل ابن غيلان والمرتزقة. ما هم الا هم بيحلموا. المرتزقة بيموتوا ساعة الكلاب. كذب دجل. ليح الا متى؟ لهم سنة ونص وهم في صنعاء. خطوة تنظيم يطلعوا شبر ورجعوا 10 شبار، يطلعوا يعني متري وما توسع الكلاب، عملاء ما يطلعوا ولا ينزلوا. هؤلاء الابطال يستمرون في اداء واجبهم المقدس، الواجب الوطني في فرضة نهم ايضا وفي نكيل ابن غيلان. تحدي لا نظير له، استبسال هو الذي يسطرهم محبي الاوطان، ليعرفوا من يسمون انفسهم من هو الوطني. لدينا هنا احد ابطال ايضا ليقوم بواجبه في تفتيش السيارات المارة في هذا الطريق الهام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اسمك يا بطل؟ صدام العلاي. صدام، كيف معنوياتكم وأنت؟ والله المعنويات مرتفعه وجاهزه قتاليه عاليه، ولا نخاف لوم تلائم، واحنا ثابتون صامدون وثابتون ثبوت الجبال الراسيه في اليمن. المرتزقه بيقولون قد قدموا عندكم في نقيل بن غيلان في الفرضه. بعيد عليهم بعد الشمس. احنا الان بنقيل ابن غيلان ماسكين في النقطه، ولا زالت اكثر من فرضه بايدي الجيش واللجان الشعبيه. وهؤلاء عملاء لا مكان لهم بالوطن، لانهم باعوا عرضهم وارضهم بقليل من المال. مررنا بخلقه وشاهدنا القصف على ذلك المكان الذي ارتكب فيه العدوان ابشع المجازر. واثناء ما كنا في الطريق لم تتوقف غارات العدوان، ففي نقيل ابن غيلان توقفنا لنرى الحقيقة وعلى مقربة من جبل السفينة. سوق خلقة، كثير مننا مشاهدينا تابع المجزرة البشعة التي ارتكبها العدوان السعودي في حق المواطنين الذين كانوا متجمعين في هذا السوق. السوق لا زال ينعم بشيء من الحيوية المتواجدة أيضا مرور الكثيرين. الشباب المتواجدين ايضا هنا من قوات النجده هم متواجدين في هذا السوق. نحن اين؟ في اي مكان بالضبط؟ خلقه. في خلقه، احنا الان في منطقه خلقه. هذا سوق ايش؟ ايش من سوق؟ سوقنا. سوق خلقه. سوق خلقه، سوقنا يسموه. ايش اللي حصل فيه؟ تذكر المشاهد. المره الاولى يعني قبل ايام ضربت الطائرات السعوديه. هذا احد الاسواق، سوقنا، وهم الان بالمواطني اقتربت، معني ارتكبت مجزرة فظيعة. كثير من المواطنين استشهدوا في هذا المكان. انت واحد من الناس الذي شهدوا هذا المكان. ايوه اسمي فاروق سعيد احمد علوي. ايش اللي حصل؟ حصل لي حول 40 نفر او 35 نفر استشهدوا وقطعوا قطع. ما ايش كان معهم هذا؟ ولا كان معهم اللي يطلبوا الله، صاحب غسل، صاحب زكريم، صاحب ذا، طالبين الله كلهم من البلاد ومن هنا ومن ونازحين من مسورة، ومعاهم الغنم ومعاهم كل شيء، جاوا من مسورة جايين نازحين. مجزر ولا شيء هنا، ولا ضربوا لها كذا مواطنين. مشاهدينا، مجزرة حقيقية لا زال يتذكرها الكثيرين. كانت في هذا المكان، تابعوا معي، كانت في هذا المكان، كان بهذا المكان ربما أكثر من 15 مواطنا استشهدوا. كانت أشلاؤهم مرمية في هذه المنطقة،
في سوق هولوكا واحد من المواطنين الاخ عرفنا باسمك يا اخي جعفر الجرادي. اخي جعفر صاحب السوق هذا. نعم صاحب السوق. نعم. ايش اللي حصل على نفس السوق؟ حصل استهداف من قبل العدوان السعودي صاروخ. على من؟ على مواطنين ومزارعين وعمال وتجار اصحاب محلات. انا كان به 5 عمال قتلوا صاحب بقاله وصاحب دكان قات ونازحين. الاستهداف الرئيسي استهدفت غمارة النازحين ملان فوق اجي 13 نسمة اطفال ونساء واغنام. نعم مجزرة بشكل مجزرة لم نكن نتوقعها والله. اول مجزرة ربما وقعت في اليمن في السوق في اول سوق هي وقعت في سوق خلقة ودانها الامين العام للامم المتحدة لكن لا يحرك ساكن لم يوقف الضرب. استهدفونا قبل اسبوع. إدانات كثيرة لكن الأمم المتحدة عرّت نفسها أمام اليمنيين وعرفنا دورها الحقيقي وهو إيجاد غطاء لهذا العدوان وأعاد والضربة يا أخي لكن لم يوفقهم والله. خرت يجي 50 متر هنا يمكن قويكم خرت بعدها بكم؟ قبل أسبوع هذا من اليوم قبل أسبوع عادوها قبل أسبوع بصاروخ أقوى وأكبر خرب بيوت على مستوى بعيد منه. كل ما كان يتحدث عنه إعلام العدوان والمرتزقة تدحض هذه الصورة التي لا لبس فيها فقد مثلت الحقيقة في أنصاع صورها. محمد جميل اليمن اليوم.